سيد لورنس كورب، يعني برأيك اليوم لماذا لا نسمع عن عقوبات على شركات تتربح من وراء حرب غزة؟ شركات كثيرة يعني اليوم نراها على الشاشة، من ضمن شركة مثلا فورد للسيارات، شركة جوجل، لماذا لا يوجد عقوبات؟ بينما نرى في المقلب الآخر أنه هناك عقوبات على شركات إيرانية، شركات روسية وغيرها. سأتحدث عن الشركات الأمريكية أولاً. هذه الشركات هي من رشحت الساسة الأمريكان، وإن هذه الشركات تساهم في الاقتصاد الأمريكي وتنتج الكثير من الأسلحة للولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، إنها توفر 2 مليار دولار لإسرائيل من أجل إطلاق حربها على غزة ومن أجل مقاومة حماس. أيضاً هذه الشركات الأمريكية تدعم بمليارات الدولارات أوكرانيا، وكذلك هناك الكثير من الدول الأوروبية التي تقول أن الأسلحة الأوكرانية مستوردة من الولايات المتحدة. إذن نقول هنا أن الشركات الأمريكية هي شركات رائدة في مجال الأسلحة، وهنا لا يمكنك وقف هذه الشركات لأنهم يقومون بدفع الكثير من التبرعات لأطراف أخرى ودعم الاقتصاد الأمريكي. إذن كما قلت سيد لورنس أن الاقتصاد الأمريكي يتربح من بيع هذه الأسلحة، وبالتالي هنا السؤال المشروع بأنه إلى أي حد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ترى هناك فائدة من أن يعم السلام في العالم، من أن تتوقف حرب غزة، من أن يكون هناك اتفاقيات سلام. سيد لورنس، الشركات تفعل ما يملى عليها من الحكومة. إذن مع وجود حقيقة حرب غزة لا يمكننا الحصول على وقف دائم لإطلاق النار، ولكن هناك الكثير من المدنيين الذين تفقد أرواحهم كل يوم، وهذه الشركات لا تفكر في هذا الصعيد ولكنها تفكر في تحقيق الربح. على سبيل المثال، هناك بعض المجمعات الصناعية التي تقوم بتصنيع الأسلحة. ولكن سيد لورنس، إذا كانت هذه الشركات تدعم الحكومات وتدعم الاقتصاد الأمريكي، هذا يعني بأنه ليس من مصلحة الحكومة الأمريكية أن تتوقف حرب غزة أو أي حرب، حتى الحرب الروسية الأوكرانية، ما رأيك؟ إن الحرب في غزة لا تؤثر على الاقتصاد الأمريكي. كما ذكرت قبل ذلك، الأمر يتعلق بأوكرانيا. الآن نحن نقدم مليارات الدولارات لدولة أوكرانيا. نعم، وضحت فكرة. من أجل تعزيز دفاعها عن نفسها. إن الولايات المتحدة تعزز الاقتصاد الأمريكي، والأمر لا يتعلق بالحروب الموجودة على الساحة الآن. نعم، هناك نوع من أنواع المراقبة للشركات التي تتعامل معها الولايات المتحدة بالطبع.